الفينول اروماتيك اورجانيك كومباوند، المولوكيولار فورمولا بتاعته عبارة عن C6H5OH، والمولوكيول ده بيكون عبارة عن فينايل جروب مرتبطة بها هيدروكسيل جروب، وده الاستراكشر بتاع الفينول. والتاني ده شكله في الفراغ، ده الوايت كريستال بتاعت الفينول بعد ما حضرناه. الايوباك نيم برضو اسمه فينول، السيستماتيك ايوباك نيم بيكون اسمه بنزينول، الميلتنج بوينت بتاعته باربعين ونص، والبويلنج بوينت بمية واحد وتمانين وسبعة من عشرة. وكمان ليه اسامي تانية زي الكربوليك اسيد، الفاينيليك اسيد. سينثيسيس اوف فينول، الفينول في الاول كانوا بيستخرجوه من الكول تار، دلوقتي هنعرض عليكم كذا عملية. اولها الدوبروسيس، ودي عبارة عن ان انا بفعل الكلوروبنزين مع الديلوت صوديوم هيدروكسيد في وجود حرارة وبريشر. تاني عملية اللي هي الاير اوكسيديشن اوف كيومين، ان انا بفعل الكيومين اللي هو عبارة عن ايزوبروبايل بنزين مع الاكسجين في وجود حرارة، هيديني فينول واسيتون. تالت عملية البيروليسيس اوف صوديوم بنزين سلفونيت، في العملية دي بفعل البنزين سلفونيك اسيد مع الاكوا صوديوم هيدروكسيد، هيديني برودكت. البرودكت ده هيكون سولت، السولت ده هعمل له ميكسنج مع السولت صوديوم هيدروكسيد اند فوزد ات هاي تمبريتشر. البرودكت اللي هينتجني عن التفاعل ده هيكون صوديوم فينوكسيد، بعمل له اسيديفيكيشن. الرياكشن اوف فينول، اول رياكشن للفينول ان الفينول بيتفاعل مع السترونج بيز زي الصوديوم هيدروكسيد. والفينول معروف طبعا ان الاسيديتي بتاعته بتكون اعلى من الالكوحولز، لان الرنج بتاعت الفينول بتسحب الالكترونات من الاكسجين، فبتخلي الرابطه قصيره وبتكون سترونج، فبالتالي الرابطه بين الاو والاتش بتكون بتطول وبتضعف، فبيبقى سهل ان الاتش دي تخرج ويديني فينوكسايد. الرياكشن الثاني للفينول بيكون عباره عن ان انا بفعل الفينول مع الاسيتيل كلورايد عند الاسيتيك انهيدرايد، في الحالتين بيديني استرس. وكمان الفينول ممكن افعله مع الزنك داست عشان يديني ويتحول الى بنزين زي ما هنشوف دلوقتي في المعادله.